كريستينا قال ايه في لقاء خاص خصينا بيه في الكلاسيكو ونرجع تاني. لكي يعود المنتخب الإسباني لطريق الانتصارات مجددا علينا أن نتحلى بالصبر، لأن المنتخب في فترة إحلال وتجديد وتغيير أجيال. عندما يكون هناك تغيير في الأجيال يكون الأمر دائما أكثر تعقيدا وصعوبة، لكن الجانب المضيء من الأمر هو أن هذا الجيل جيد للغاية، وها نحن نلعب المباراة النهائية بالفعل ونأمل أن نتمكن من الفوز. أنا متأكد من أن أسبانيا ستفوز مجددا كما كان الحال في السنوات السابقة. بالنسبة للاعبين الأفارقة في الدوري الأسباني فهم يقدمون عملا رائعا، هم جيدون للغاية، ورأيت ذلك بنفسي حيث شاهدت ما يقدمه اللاعبون الأفارقة مع فياريال ومدى مساهمتهم في تطور الفريق. هيثم حسن تطور بشكل كبير في الموسم الماضي، لقد حظي بموسم جيد للغاية وآمل أن يستمر في التطور لنستفيد من إمكانياته في الفريق الأول لفياريال. محمد صلاح، ما الذي يمكنني قوله عن صلاح؟ ما يقدمه كلاعب يعد خياليا، لقد حجز مكانه في قائمة أفضل لاعبين العالم، وهو يؤكد ما ذكرته سلفا عندما تحدثنا عن المستويات العالية للاعب الإفريقي.